أطلقنا اليوم مؤتمر صحفي للإعلان عن مؤتمر صعوبات التعلم الذي ينطلق في يومي 12 و13 من أكتوبر الحالي تحت شعار تحديات مشتركة وحلول مبتكرة بشراكة علمية مع كلية الأميرة ثروة من المملكة الأردنية الهاشمية وأكاديمية الشارقة للتعليم. يسلط المؤتمر الضوء على الكثير من المحاور التي تخص ذوي صعوبات التعلم من حيث التقييم والتشخيص واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم الخاص بذوي صعوبات التعلم. نأمل من جميع المهتمين والمتخصصين بصعوبات التعلم للمشاركة في هذا المؤتمر القيم بجميع محاوره.